أقامت سفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للبلاد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في ظل إنجازات حضارية عظيمة وصروح شامخة في شتى الميادين. الحفل تضمن فعاليات متعددة، كان أهمها رفع الستار عن لوحة تذكارية تؤرخ 200 عام من العلاقات الوثيقة بين بريطانيا ومملكة البحرين. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين، استقبل سفير المملكة لدى بريطانيا سمو الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفراء الدول المعتمدين في لندن وأعضاء من جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وعددا كبيرا من رجال الأعمال والإعلاميين وأيضا أعضاء في مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين. إن هذه الليلة ليلة مهمة وخاصة جدا بالنسبة لي، ليس فقط لأنها أول ذكرى يوم وطني أحضرها في لندن كسفير لمملكة البحرين، بل لأنها تؤرخ أيضا 200 عام من العلاقات المتواصلة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. مملكة البحرين تحتفل بإحدى أهم المناسبات في تاريخها في أيام تشهد نهضة حضارية في كافة المجالات بفضل القيادة الحكيمة، ومنذ استقلالها عام 1971 نجحت بأن تكون نموذجا عربيا للاستقرار والاستثمار. أعتقد أنه يوم رائع، فأي عيد استقلال لأي بلد هو متميز، وبالنسبة للبحرين وبريطانيا يؤرخ اليوم لمرور 200 عام على العلاقات بين البلدين، وهذه العلاقات توطدت عبر مراحل مختلفة، وقد كنت محظوظا بزيارة البحرين مرات عدة ولم ألقى سوى الترحيب والكرم وحسن الضيافة. هذا يوم سعيد على قلوبنا كنا، يعني العلاقات بين الأردن والبحرين طبعا، وعلاقات بين جلالة ملك البحرين وجلالة ملك الأردن هي علاقات قوية جدا وتاريخية، فإحنا جدا مبسوطين اليوم نكون بهذا الحفل اللطيف بلندن في هذا القصر. أول مرة إحنا بنحضر مناسبة زي هيك في لانكستر هاوس في لندن، بتفرجي قديش العلاقات البحرينية البريطانية كمان قوية، فإحنا جدا بنعتز بهذه العلاقة ومبسوطين نكون موجودين هون، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله ودائما موفقين. الاحتفال باليوم الوطني البحريني يؤرخ سلسلة من المكاسب الاقتصادية والسياسية حققتها المملكة وعلى مختلف الأصعدة، مناسبة توثق عمق العلاقة البحرينية البريطانية على مدى قرنين من الزمان برفع الستار عن لوحة تذكارية بهذه الذكرى. حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني هو لتثمين المسيرة التاريخية الطويلة لسنوات مضيئة وحافلة بالأحداث والإنجازات العظيمة. لتلفزيون مملكة البحرين، فاتن عبد الرحمن، لندن. من جهته أشاد السيد جيرالد غروسفينر دوق وستمنستر بأجواء الحرية التي تشهدها مملكة البحرين في جميع النواحي. كما أكد دوق وستمنستر عمق وخصوصية العلاقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن المملكتين تتطلعان إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب. has been for me a tremendous experience, an experience which I look back upon with great affection, and an experience that I look forward to with great expectations. That when I went to Bahrain, I found freedom of expression, freedom of worship, freedom of the vote. And those things did come as a surprise to me. And I was delighted to see it. And as we speak, there is a Christmas tree in the capital. And that is with only a 10% population of Christians in Bahrain. So ladies and gentlemen, Bahrain, and indeed His Majesty the King, have been an extraordinary light in what has become a region of
relative darkness. And the relationship that we've had over 200 years, it may seem to be a long time in many people's minds, but of course it is the mere flicker in the light of history. When we wish you all success in your endeavors, we thank you for the generosity, compassion, the integrity, the honesty, and the courage that your country and His Majesty the King have shown over these last years. We look forward to cementing that relationship even further. You are proud of your country, and justifiably you are proud of His Majesty the King, who through uncertain times has shown extraordinary leadership. He's shown all those great qualities: courage, loyalty, integrity, and humour when needed. And of course, that has shone through, and the truth has been shown to be there. And I congratulate Your Excellency, your family, being a member of the family, for all that you have achieved thus far. كما أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم. وقد استقبل سعادة الشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية جموع المهنئين من أصدقاء المملكة ورواد الأعمال وكبار المسؤولين في السلك العسكري والدبلوماسي والسياسي للاحتفاء بهذه المناسبة. كما تخلل الحفل عرض تحفة فنية للشيخ هلا الخليفة ترمز لاستخراج اللؤلؤ. وبهذه المناسبة عبر سعادة السفير عن اعتزازه بالتقدم والإصلاحات في المملكة، وأوضح أن أهم العناصر التي تزخر بها المملكة هو شعبها. وأشار سعادة السفير بأن مملكة البحرين تحتفل اليوم ببناء دولة مدنية تأسست على مبادئ متقدمة وما زالت تتطلع إلى مستقبل واعد.